مع تطور التكنولوجيا تقدمت وسائل نصب والاحتيال التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول وكل تقنية متعلقة بالبيانات والمعلومات الشخصية. احنا نتكلم عن اليوزر ليفل. اليوزر ليفل عنده إمكانيات في يا لازم يسوي له باسورد او رقم سري او كلمة سرية تكون قوية من اكثر من 12 كاركترز، وان تكون كومباينيشن هي خليط ما بين كابيتال لتر سمول لتر ارقام وكاركترز. من ناحيه اليوزر ليفل في مرات شيء يسمونه سكامينج اوكي، او الاحتيال والنصب الالكتروني. هذا يستقصدون فيه منو؟ يستقصدون فيه الاند يوزر لهدفين، يا سرقات ماليه او سرقات معلوماتيه اللي هو سرقه معلومه معينه، يعني الفيشنج اللي هو التصيد الالكتروني او السكامينج، شلون يجي الايميل، شلون يجي الاس ام اس، شلون طرق الهاكرز يتم اختراق الحساب الشخصي او الايميل او تثبيت البرامج الخبيثه داخل الاجهزه. توعيه الاند يوزر. الوعي التقني اصبح ضروره لكل مستخدم لحفظ بياناته من الابتزاز وسلامه امواله من السرقه ومنع معلوماته من التلف. دائما نوصي ان يا جماعه لا اي رابط يوصلكم بالذات في خلال من خلال تواصل اجتماعي او من خلال واتساب، ممكن تدخل على الرابط تلاقيه فعلا حقيقي مصمم بطريقه شكل البنك او الكنت او الشركات الاخرى. بعد دفعك للرابط هذا او بعد دخولك وتعبئه بياناتك البنكيه تنصدم فجاه تمسح منك مبالغ كبيره. لذلك يجب علينا التاكد من الروابط اللي ترسل لنا، يعني اتاكد من الرابط انه يكون فعلا تابع للبنك نفسه من خلال اسم البنك الموجود في 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 مواقعهم التواصل الاجتماعي. هذا واحد. اثنين، اتاكد من المرسل نفسه وتأكد أنه يكون مصدر فعلا حقيقي مو وهم. رفع مستوى الأمان والتدقيق على الرسائل والروابط المرسلة أمر مهم لتفادي الوقوع بالمحظور. حماية المعلومات أمر مهم لسلامة الأموال من عمليات النصب والاحتيال والحفاظ على الخصوصية من تسريب البيانات الشخصية. علينا تفعيل دائما أعلى مستويات التدقيق الأمني لنكون بأمان. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.